الهزة الأرضية اللي سجلت صبيحة اليوم الاثنين مع حدود الساعة 7:44 هي هزة معزولة من زمان بالقوة 4.5 على سلم ريشتر، تعتبر هزة خفيفة إلى متوسطة. طبعا العمق حدد بخمس كيلومترات، وبذلك حسب بها الساكنة في المنطقة كلها إلى غاية حوالي 30 كيلومتر من البؤرة. جماعة المعنية بهذه الهزة هي جماعة أي تعميرة بعملة شتوكا إذا. الملاحظات الأولية أن الهزة لم تكن لا هزات سابقة ولا هزات ارتدادية. بالإشارة فقط أن هذه المنطقة تعتبر قليلة النشاط الهجري، ولو أن النشاط الهجري موجود وهو مؤكد بهذه الهزة فيجب أخذ الاحتياطات. دائما الاحتياطات تكون على مستويات متعددة، يمكن تكون أولا على المستوى المحلي بحيث أن الناس تكون واعية بهذا الخطر الجالي وعندها واحد تفكير ثقافة جالية. نعرفوا المنطقة عرفت زلازل من قبل كانت كارثية قوية، فقط هنا الزلزال يكون ضعيف ومتوسط هو فقط للتفكير، يذكر الناس أن المنطقة فيها نشاط جالي ويجب أخذه بعين الاعتبار أيضا على مستوى التخطيط والتهيئة المجالية والترابية حيث العمران إلى آخره. ممكن تكون هزة أرضية ناتجة عن تفجير، أحيانا يكون لتير دو كارير، أحيانا تكون فيها دبدبات توصل المباني يحسبها الناس، وفي بعض الأحيان تكون نتيجة عن هزات أرضية بعيدة، لا يكون كانوا الناس في عمارات عالية العليا يحسوا بالهزات البعيدة اللي ماشي لا تعني التراب الوطني. فقط هو مدعاة للتفكير، يعني هو لازم نوعي الناس بوجود هذا الخطر، هو تفكير بوجود الخطر، يعني إلا أنه لا يجب أن نأخذها على أنها تنبؤ، يعني تنبؤ تسليق المعلومات قبل حدوث الزلزال، هذا النوع ما صعب جدا الآن. تنبؤ فقط محاولات تجارب ومختبرات فقط، ليست هناك نتيجة أكيدة في هذا الاتجاه.